قوله عليه الصلاة والسلام: أخوف ما أخاف عليكم، الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال: الرياء. في هذا بيان أن الشرك الأصغر هو الرياء، وهذا تعريف منه عليه الصلاة والسلام. والشرك الأصغر يسمى بالشرك الخفي على القول الراجح. فبعض العلماء يقول إن الشرك ثلاثة: أكبر وأصغر وخفي. وبعضهم يقول، وهو رأي ابن القيم رحمه الله، يقول إن الشرك نوعان: أكبر وأصغر. فيكون الشرك الخفي من الشرك الأصغر. وإما يدل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج على الصحابة، كما جاء في سنن ابن ماجة، خرج على الصحابة رضي الله عنهم وهم يذكرون المسيح الدجال ويخشونه، فقال عليه الصلاة والسلام: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الخفي. قالوا: يا رسول الله، وما الشرك الخفي؟ فقال عليه الصلاة والسلام: الرجل يصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه. وهذه المرآة،